يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تعرف بحضرتك؟ عادل السعيد. بما أنك اليوم في معرض الكتاب، كيف تقيم تنوع الكتب، تنوع دور النشر، المشاركة في المعرض؟ والله ما شاء الله، يعني كل مجالات، اجتماعي، سياسي، إسلامي، ثقافي، يعني بكل مجالات سبحان الله لقيت منها الحمد لله. لا بس ممتاز الحمد لله. طيب هل يعني وجدت الشيء اللي كنت عم تبحث عنه في المعرض، ولا لا في أشياء ما وجدتها موجودة يعني في المعرض؟ هلا أنا جاي خصوصا كمان اللي وجدته، المئة العظماء الذي غيروا التاريخ. أنا بمجال يعني إسلامي وتاريخي هيك بحب مجالات، فوجدته الحمد لله. يعني وجدت الكتاب، اشتريته؟ اشتريته إيه، اشتريته من المكتب هون الأخوي. قريت الكتاب من قبل؟ عن شو بيتحدث؟ تقريبا 40 صفحة، العظماء المية، بلش بأبو بكر وبالكل عظيم ما محدثاته، يعني كل مجتمع اللي عاش فيه. زرت معرض الكتاب من قبل؟ حاليا أول سنة. لا أول سنة. شو لفت انتباهك أكثر شيء في المعرض؟ سلطين الضوء، هاي شيء جميل، سلط الضوء على قضية فلسطين والقدس وهيك شغلات. يعني كان في جوا بيت داخل، يعني منطقة داخلي بس كل فلسطين والقدس وهيك شغلات، يعني هذا شيء جميل جدا، دعمنا القضية الفلسطينية.